أبرا مساء الخير عليكم. رانا في صحة الشهداء، هذه هي صحة الشهداء قلب العاصمة. واش نقول لكم، هنا سكوار بيرسون على كل حال، بورسعيد سكوار بورسعيد، وهذا هو التياتر ناسيونال تاعنا. ما عندنا نعاود نولو نوري لكم واش كاين فيها صحة الشهداء من جامع كتاوة. شوفوا برك الحال كيفاش راح يكون غدوة الصباح إن شاء الله. ريانا سينيالي كما يقول لك، بعد سوح منه العالي تهم بعد المناطق الغربية تاع بلادنا، البوسطى والهضاب العليا، الجنوب الكبير، هاي الحال ما مشرق البلاد، هذا قبل وصول اضطراب جوي. نجوزوا الظاهرة، الظاهرة راح يتغير الحال لأنها الضغط انخفض ويسمح لاضطراب جوي نشيط إن شاء الله. تبدا من بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تم كل مناطق الشمالية تاع بلادنا غيوم، تكون متبوعة بعد الأمطار الرعدية، حتى يقدر يكون فيها شوية برودة مع العشية، والأمطار تكون أكثر غزارة من العصر المغرب حتى الليل. ننتظر مام ثلوج على بعض المرتفعات تاع الهضاب العليا الغربية وأيضا الوسطى، ابتداء في الفترة الأولى 1200 متر 1200 متر على المرتفعات الغربية، وأيضا حتى بعض المدن تاع الهضاب العليا اللي تلحق 1200 متر. شرق البلاد الغيوم تكون كثيفة، والأمطار من العصر الفوق إن شاء الله تبدأ الأمطار والرعود، وإن شاء الله فيها ثلوج في الفترة الثانية تاع الليل، يحب يقول غير غدوة صباح السبت ثلوج. هذه الخطرة البرد يخلي الثلج باش يصب يطيح ابتداء من 800 متر، يحب يقول تيارت كما المدية كما نقولوا سطيف كما كاع المدن والقرى تاع جبال القبائل اللي يفوتوا 800 متر يكون فيهم الثلج ان شاء الله. وفي لي بلان على السواحل والمناطق الداخليه يكون فيه. حتى في الجلبة حتى في سعيده حتى في هذه الاماكن اللي يفوت 800 متر يكون فيها الثلج في الشتاء. هذا من الغرب الى الشرق ان شاء الله. بينما منطقه الصوره شمال الصحراء حتى ولايه الغواط لحق بعد الغيوم احتمال بعد الامطار، وكذلك شمال الواحات ولايه ورقلة ولايه الواد سما ملبده الى غائمه مع رياح تؤدي الى زوابع رمليه على منطقه الصوره شمال الصحراء والواحات، وكذلك زوابع رمليه على الصحراء الوسطى، اما الصفا يهم الجنوب الكبير. نجوزوا لدرجه الحراره. مع الصباح متغيرش كما الصباح اللي جا 6 درجة واحدة على الهضاب العليا، ما بين 8 و 19 درجة على المدن الساحلية، 12 على الصحراء الوسطى و 13 على أقصى الجنوب. ندوزو للظاهرة، الظاهرة نبداو نحسوا بلي الحرارة تنخفض مع وصول الاضطراب الجوي، موراه يلحق الهواء البرد لا مصدر فرواد، تبدا تحبط حتى ل 15 درجة على الغرب البلاد، 14 في بعض الولايات كتلمسان عين تيموشنت او سيدي بلعباس ولا الشلف في سعيده، كذلك من جهه البيض واحد 11 درجه هي والنعمه، والجلفه كذلك واحد 12 وهي وتيارت. شرق البلاد 17 من جهه عنابه، 18 من جهه قلمه، 16 في سوق هراس وميلا، 15 في قسنطينه، 13 في سطيف باتنا باركه وخنشله حتى لتبسه. فيما يخص شمال الصحراء الواحات ومنطقة الصورة ننتظر ما بين 18 في بشار غردايه، وأيضا 21 في منطقة ورقلة والواد، 22 في تندوف، 23 إلى 24 حتى 25 درجة على الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي جبال الهوغر والتصيلي، ونختمها ببرج باجي مختار. جزء للملاحة والصيد البحري أوتوماتيكمون البحر ينوض، هذا هو الفلو تاع النورست هو اللي راح يجيب لنا البرودة، هذا الفلو هذا ويخلي البحر يتهول على السواحل الجزائريه. في الفتره هذه يكون المعدل تاع الرياح واحد 40 كيلومتر في الساعه على طول الشريط الساحلي حتى للقاله، تجي نورست، من في اللارج يكون نورست 60 على جزر الباليار، وفي الكرون لارج يقدر يلحق حتى 80 كيلومتر في الساعه خاصه شمال جزر الباليار. مع الغيوم مع الصباح الرؤيه تكون مليحه، وش الظاهره مع السحب السفلى والامطار تكون رادئه من واحد الى ثلث اميال بحريه. اي نولوا الصوره تاعنا هذيك تاع صحه الشهداء، صحه الشهداء او جامع كتاوة، جامع الكبير لا شامبر دو كوميرس، هذا هو التريزور بوبليك، هذا هنا راح نديروا فيتشر ستاسيون تاع المترو. ايوي هذه صحة الشهداء، هاي لا بيشري دروج لا بيشري. وهنا كما قلت لكم سكوار بورسعيد والتياتر، تياترو ومن هنا نشوفوا القصبة، لاباس كاسبا ولاوت كاسبا والدنيا هذه هي، ومن هنا كاع المناطق. شوفوا هذه في جينيرال باش نشوفوا باب الواد، شوفوا مثلا افريك بوزريعة، وهنا كما يقول لك السمعة مقام الشهيد مع لاكورا هذه، والاحتفالات في الصيف، وي شابة تسير شابة وي. سي لون دي بلو بيل فيل تاع لا ميديتيراني، لازم نستحفظوا عليها ونعطوا لها لا بوزيسيون تاعها اللي يقبيها، لان العمران تاعها والحطه تاعها مع لا بيضالجي هذيك كما قلت لكم حاجه روعه روعه روعه.
أزكى إن شاء الله معاه وصل اضطراب الجوي والأمطار والحمد لله يا ربي نكونوا الجمعة 15 جانفي 2016، شروق الشمس يكون على 7:59 والغروب يكون على 5:55 على العاصمة ضوحي والعناوين هذه في خدمتكم. جمعة مباركة وربي يدوم قصتكم.